ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جاي اتكلم بخصوص موضوع مهم، تمام؟ بس الاول انا جالي مناقشات كتير عن تيك توك، يوتيوب، فيس، انستا، وايا كان في المشاكل دي كلها، او ناس سألتني على الحاجات دي كلها. بس خلينا نبدأ بالاول بالفيس، تمام؟ الفيس ناس كتير ابتدت ان هي تيجي تسألني عنه، ازاي اقدر ان انا اكسب فلوس من الفيس. طبعا دي انا مش بكسب، بس يعني عن تجربة اعرف ناس مجرباها، تمام؟ قبل ما نبدأ الفيديو يا جدعان، متنساش اللايك والسبسكرايب. لو بصيتنا هتلاقي اللينك الانستا تحت، تمام؟ ممكن بقى ان احنا نخش في الفيديو الاول. بس كده خلينا نقول ان في الاول في 3 طرق ان انت تقدر تكسب منهم. اول حاجة هي الفيديوهات اللي انت بتنزلها. تاني حاجة مقالة مكتوبة، ان هي عبارة عن كتابة مثلا. تالت حاجة تطبيق او لعبة انت مصممها والناس بتبتدي تلعبها على الفيس. طبعا البرنامج هو ابريكس، والبرنامج ده هو عبارة عن ان هو بيحط اعلانات على الفيديوهات اللي بتنزل او اللعبة بتاعتك اللي بتنزل، حاجة كده زي اليوتيوب بالظبط. البرنامج ده ايا إن كان انت بتعمل فيديوهات او بتكتب مقالات ايا كان، بس خلينا في الاهم الفيديوهات. ازاي انت تقدر تكسب من الفيديوهات؟ قبل ما تعمل ده كله، فانت بيبقى فيه شروط عشان تقدر تكسب والبرنامج يقدر يحقق الربح وانت تقدر تاخد فلوس، تمام؟ اول حاجة انت لازم يبقى عندك صفحة، والفيديوهات اللي بتنزلها من الصفحة مش من الاكونت الشخصي بتاعك على الفيسبوك. تاني حاجة زي ما انت عارف، لازم الصفحة بتاعتك ما يقلش المتابعين بتوعها عن 10,000 متابع في الصفحة بتاعتك. وتالت حاجة ودي الأهم، من الفيديو بتاعك مدته ما تقلش عن 3 دقايق. يعني الفيديو لو أقل من 3 دقايق، بمعنى أصح أنت مفيش أي إعلان هينزل أو مش هتقدر تكسب. ورابع حاجة وهي من أهم الحاجات اللي بتقف مع ناس كتير، وهي إن أنا مش قادر أحقق 30,000 مشاهدة في شهرين، لأن لازم عشان الصفحة تبتدي تنزل إعلانات وأنت تاخد الفلوس بتاعتك من الفيس، لازم تبقى الصفحة بتاعتك في آخر شهرين إجمالي المشاهدات في كل فيديوهاتك ما يقلش عن 30,000 مشاهدة. وزي ما قلنا إن الفيديو لازم يبقى مدته 3 دقايق أو أكتر، تمام؟ وخامس حاجة ودي أهم نقطة كلنا بننساها، وبالتالي في ناس بتدخل كتير تتكلم تقول لا ده كدب، ده ما بيديش فلوس والكلام ده كله وبيهرب. وخامس حاجة والنقطة اللي بيقع فيها ناس كتير، خامس حاجة انت الموسيقى بتاعتك، الميوزك اللي جوه الفيديو لازم تبقى ميوزك ملهاش ترخيص، ميوزك ملكك انت، ميوزك تبعك انت. او انت ممكن سهل جدا، هعمل لكم حلقة مخصوصة لو عايزين ازاي تقدروا تجيبوا الميوزك دي وتحطها في الفيديو. ودي من اهم الحاجات اللي الناس كلها بتعاني منها، انت لازم الميوزك بتاعتك جوه الفيديو تبقى بتاعتك، التصوير بتاعك، مونتاج بتاعك، كل حاجة في الفيديو بتكون بتاعتك انت. عشان في ناس كتير سألتني على الفيس، فانا قررت ان انا اتكلم النهاردة عن الفيس. في ناس كتير برضو بتتكلم عن التيك توك واليوتيوب والانستجرام، وكل ده ان شاء الله هيتقال، بس نهدى شوية وكل ده بإذن الله هيتقال. وكل حلقة هجيب لكم فيها ازاي تقدروا تكسبوا، ويا رب الطريقة تكون عجبتكم. وما تنسوش يا جدعان اللايك والسبسكرايب، وكمان لو في اي حاجة وقفت قدامك وانت بتعمل الخطوات دي او اي حاجة تعبتك، انت ممكن تقدر تكتب لي في الكومنت، انا برد على كل الكومنتات. وهستناكم تجربوها. احلى مسا على احلى ناس، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، بتمنى لكم الخير والتوفيق، انتظروني.